السلام عليكم. فتحي اخوكم محمد البحري الورداني. انا فتحي مقيم في ولايه بن عروس، عندي مشكل تعبني ياسر، عنده سنوات معايا. حب اي جهه امنيه في بن عروس، ناس نافذه، ناس عندها سلطه تتدخل في الموضوع بتاعي انا اللي انا باش نحكيه تويكا بالوثائق. الحديث اللي انا باش نحكيه، وانا مش باش نحكي كان بالوثائق. المشكل والحل والربط في دين السلطة بتاع ولاية بن عروس، كوالي، كمعظمان، كوكيل جمهورية، كرئيس، كرئيس وزراء، كوزير دولة، كوزير أملاك الدولة. نجم أي إنسان يدخل في المشكلة بتاع هذايا يفضوا بالقضاء. أنا راني عجز، وأنا إنسان مانيش متعلم، مانيش قاري، مش نفهم برشا حاجات قانونية. راني حصلت مشيت في ثنية، هاو فين هزتني. انتم ماذا بكم تدخلوا في هالموضوع بتاعي هذايا باش يتفضل نهائيا على طريق القضاء. باش نبداو طريقة باش نوري شنو هو الوثائق والموضوع اللي انا نحكي عليه، من بعد باش نخرج نعمل دورة في التيران هذايا اللي عليه المشكلة. انا بالوثائق نحب الناس اللي قاعدة تتفرج شوية تويكا الكل تفهم الموضوع بتاعي، تتعاطف معايا، لاني انا راني تونسي. جدي خلى طرف فرد خلى فيها طريف وثائق. روحت انا من الحبس، جيت نستغل في الارض هذه. عندي تويكا ما يقارب العشر سنين. من الاول ما فما حتى انسان كلمني ولا شغلني. كي بديت نبني وبديت نخدم فيها، بديت ننتج فيها، عملت فيها مشروع، الناس كل دارت علي بما فيهم كيما يقولوا نحن، يعني اقارب يقرب الناس ليا، خالاتي والناس اللي عندهم معايا هنا كيما يقولوا نحن، يعني ورثي انا. يعني انا من الاول كي دخلت بوثائق نتاع جدي، اخي نلقى روحي حصلت. هذايا العقد نتاع الكراء نتاع الارض اللي انا موجود فوقها، مكتوب بين جدي حمادي الدراوي وبين كاميراتا انجلو عام 60، وهذايا مسجل عند الدوله، مسجل عند الدولة وموجود في الخزينة العامة متاع الدولة. مشيت أنا وجبت نسخة منه مواديك ومديته للمحامية اللي كانت تنوبني، اللي هي الأستاذة شادية الجوبي. جاتني ناس أخرى رفعت عليا قضايا اللي هما جيراني وفاميلتي، ما لقيتش معناتها يعني حتى حل معاهم. الناس تشكي، يجيك الحاكم هنا يرفع عليك قضيه، يهزوا يوقفوك، يصيبوك، يعملوا مشكله كذا، يعملوا باسبور. وانا بحكم كوني ساكن لهنا انا ومرتي وولدي، يعني ما نغادرش المكان الا للضروره. فما راحني كيما نقولوا نحن، يعني كل مره عندي شغب من الناس، كل مره عندي شغب من الناس. جيت وركبت باب وعملت صور، رفع عليا قضيه قدام زابي مع ثنيه، لانه ثنيه هو كان مخلينا نستغلوها هكاكا. ماشي جاي، جيت انا حليتها، وسعت فيها وحسنت فيها وربح عليا قضيه. هذايا موضوع انا بالنسبه لي انا خليه للقضاء. فما راني كان فما ناس اخرى جات اشكات بيا في قضايا تاع كف شغب. عندي ولد خالي جلال الدراوي جابني نسيبو، اللي هو سي جلال السيفي، قال لي بعد انا روحك انت وانا نفهم ونعرف المواضيع هذه، وطبعا نتكفل بالموضوع هذا اللي انت تويك قاعد كما نقولوا نحن، يعني تبشر فيه وتحب ترجع الارض هذه، وتحب كما نقولوا نحن يعني ترجع الارض حية. كفلته باش يدافع عن القضية نتاع سي جمال مرهاق، هذا الشركة الحديثة لمواد التنظيف، الشركة الحديثة لمواد التنظيف. فجأة في 2015 نلقاهم جايبين حكم. من الأول ترفضت القضية هذية، الأصل في متاع القضية متاع اللي رفعوها علي على أساس باش يخرجوني من هنا. جاوني قالوا لي راهي ترفضت القضية ووقف الموضوع كيما نقولوا نحن هكاكا. لكن بعد جيت نشوف نلقى الناس معناتها يعني خدمت وجابت خبير وكذا ومن أنا ما نفهمش، ما نعرفش في المواضيع هذية. يعني عملية تحايل بين المحامية متاعي أنا وبين السيد اللي شري الأرض، لأنه أنا مكفل محامية، المحامية ما علمتنيش كان شي
بالحكم بتاع كون السيد هدايا عنده شهاده ملكيه. هو قام بالاجراءات بتاع شهاده الملكيه وهو مرفوع عليه معايا قضيه. جاب عقد بتاع شراء بينه هو وبين الوكاله العقاريه للصناعه. هذا رسم عقاري بتاع البلاصه اللي هو شراها هو من عند الوكاله العقاريه للصناعه. وهذوما اللي دات واللي تاريخ هذوما كل اللي موجودين هذوما نسخ الاصليين كونه هو يعني كرفع القضيه ما عندوش اوراق الارض من الاول. بعد ولات عنده اوراق الارض واللي تكفل بالقضيه نسيبي هذا اللي تكفل بها القضيه وتكفلت بها الاستاذ هذايا شادي الجوبي. ما فهمتش اش نعمل. ناس هذوما نافذين في البلاد، ناس عندهم نفوذ. مشيت شكيت، مشيت كيما نقول نحنا هذايا قضيه مرفوعه عامه عام 1983 باسم جدي اللي هو حمادي الدراوي وذوكم الوراثين تاع الارض هذي. هذه وثيقه موجوده عند الدوله، هذي حوز والتصرف باذن من خبير من الدوله. رفعوا خوالي قضيه، خرجت قضيه وترفعت به قضيه وقعدت الوضعيه على حالها لحد اللحظه اللي انا هذه موجود فيها. تغيرت الشيء اللي صار كون نحن استدعتنا المحكمه عام 85 وما مشيناش سوينا وضعيتنا بالنسبه للعقار اللي نحن موجودين فوق. هذا الذنب اللي نحن ارتكبناه. كان احنا كعائله كفاميليا مانيش معناتها يعني معناش مشاكل مع الناس. هذايا تو بالنسبه للموضوع نتاعنا نحن صحيح فما مشاكل في العائله، فما ناس ماهيش فاهمه الموضوع هذا اللي انا قاعد عايشه. انا عايش وانا موجود لهنا، نخدم لهنا، ناكل لهنا، نشرب لهنا، نركب لهنا، كل شيء لهنا مربوط يعني معري برا مربوط لهنا، ما نخرجش من هنا بكل. صحيح فما مشاكل من العائله كذا بدنا وقت من الشيء. انا نحب اي جهه امنيه في تونس تبقى في القانون تتدخل في الموضوع نتاعي انا وتفض. نحن موجودين فوق الارض هذيا الوكاله العقاريه للصناعه نتاعها هاي على الوثائق، ونحن موجودين فوقها من عام 60 ما تحركناش. عملت مطلب للسيد المدير العقاري لاملاك الدوله بشوشه الشؤون كرادس لهنا، عملت له تصويره وخليته حطيته لهنا بالتصحيح نتاعو. هذا بالنسبة للمطلب الأولاني. المطلب الثاني للسيد والي بن عروس، عندي منه مازال عندي منه المطلب هذا مش هذا برك. كل ما نمشي للولاية ما نجمش نقابله أنا الوالي بتاع بن عروس. أنا من الأشخاص اللي مستحيل عليا باش نقابل والي بن عروس. السيد وزير أملاك الدولة والدولة التونسية، هذايا إلى السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس. هذه عريضة إلى جانب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وهذه شكوى لدى رئاسة الجمهورية وقتها إلى السيد الرئيس المرحوم الباشي القائد السبسي. هذه الورقة متاع السبيطار وقت اللي أنا حرقت روحي. وأنا نطلب من التوانسة الكل باش يتعاطفوا معايا، شعب وحكومة، الناس يعرفوني، الناس ما يعرفونيش، الناس شافوني، الناس ما شافونيش، وأنا راني شخص إذا كان يطبق عليا القانون راهو يلزمو يطبق عليا. أنا ما عملتش حاجة خارجة على القانون، ما فكيتش متاع الناس. أنا عندي الحق في ثنية، استغليت ثنية يرحم والديه، مخلينا نستغلوا فيها عنا سنوات. جيت أنا عملت عليها تحسينات، ما عجبتوش، طبق عليا القانون، طيحلي السور، طاح السور. جات ناس أخرى باش طبق عليا قانون الغابة، حرقت روحي. نخرجوا نعملوا دورة في التيران اللي صاير عليه المشكل هذايا الكل، والبلاصة اللي أنا نخدم فيها، وهذه الدار اللي أنا عايش فيها. هذايا المشكل الأولاني على المشروع اللي أنا عامله من جديد. جاني الحاكم وجا باش يطبق عليا بالقوة، مش عارف نعرف في روحي، فك الفترة هذيك بعد مش عارف نعرف في روحي. بنيت البديل لهنا توا، انا حصلت لاني من هنا لاني من هنا لاني من فاميلتي لاني من الناس اللي كيما نقولوا نحن يعني عندها وثائق والارض نتاعها، مانيش فاهم عارف روحي اش باش نعمل. وانا عندي مشروع لهنا، والمشروع نتاعي مراقب فيه باتيندا، فيه كايت شارج، فيه كل شيء، معناتها يعني قاعد نخدم في كل شيء. فاش نخدم؟ نخدم في الديشي، هذه الثنيه اللي نحن نحكيو عليها اللي هي في ارض ولد زمزم. وهذا المشروع اللي انا عامل، هذه الكهرباء نتاعي، هذه ناس تجي تستقاط من عندي، انا نشري كل شيء، نشري الكرتون، نشري الباص، نعمل كولكت، نعمل جمع النفايات البلاستيكيه في بلاروس. هذا ولد خالي جاء بانتي زاده قال لي نبني وناخذ لكش هذه الكول وحدي، وخذها جلال الدراوي. فارق ما بعرف ليه، لا تخدم زنيش نخرج على الناس كلهم مفايع. هذه هي الأرض، وهذا كما قلنا احنا يعني عيشتي هنا في وسطها، ومانيش عارف انا اخويا نحب الناس اللي تتفرج فيا الكل، والشعب التونسي هذا الكل يتعاطف معايا ويشوف لي حل من هالمشكل اللي انا وحل فيه هذايا، بيني بين فاميلتي وبيني بين الحاكم وبيني بين الناس كما قلنا احنا يعني استعملت نفوذها باش تخرجني انا من هنا مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. ما يهمهمش الناس هذول، الناس تحب تصور الفلوس، ما يهموش فيها كيفاش تجي الفلوس. وانا اخويا راني زوالي اللي وسط من هذا الشعب التونسي يتعاطف معايا. هاو الدب هذايا نتاعي، هذايا البلاستيك، هذوما الجروات نتاعي، صحابي هذوك. باش نعملو دورة تاو كبيرة، عندي خدامة يدرسو، نقصو في البلاستيك معاهم مرتي. الشعب التونسي يتعاطف معايا، الدولة التونسية تاخذ حقها،
الكل تتعاطفوا معايا بالحق، نحب بالحق مش بالوعدل. الناس هذول كلموني تعداوا علي، سبحان الله. صحيح انا مانيش ملاك، لكن الناس هذول ما نعرفهم. هذا اللي مش هذول الشعب الناس هذول على قلبي. نحب اي جهه امنيه تاخذ من حقي. الناس هذول راهم تعمل فيا، راني جيت لهنا زبون يروح سكن في الدار هذيا، قعدت نخدم فيها بشويه بشويه بشويه، مشات معايا الدنيا، عملت المعمل هذا، انا عملت المعمل هذا وقامت عليا القيامه. من الناس الكل، من فاميلي، من الناس اللي دايره بي، من العالم الكل. الوحيد اللي انا راني عندي معاه صحيح مشكل هو عنده حق عليا هو الممر هذا. الممر هذا اللي نحن نحكيه عليه راهو كان ممر صغير، راهو كان ممر لازم نوريه لك. سكنت لهنا هيدا الممر هذا حتى هيدا الممر هذا حتى لهنا هاني نوري فيه فيديو هاكا هذا هذا كل راهو زايد يولينا نستغل قلبي شوي قلبي شوي. عملنا سور جاء حكم من الحاكم سدنا جاء طبق طيح السور قال تقعدوا تخرجوا هكاك انت تسوى الوضعية ان شاء الله انتم تسوونا الوضعية هذه وتدخلوا فينا نحن زاد كعائلة رانا مالناش متفاهمين في بعض ما عندناش كبير يقيدنا ما عندناش واحد نسمعوا كلامه. هذا الموضوع بتاعي انا بالنسبة للناس اللي باش تتدخل معايا وتعاوني وتتصل بيا وترحمني وترتحني، يرتحها ربي من كل مصيبة في الدنيا. هاي زينة.